كيبغيونيك تهلاو فيا كيعاونوني تا هما جينا عندنا هنايا كنتعاملو معاه كنتفاعلو معاه كيبوس لي راسي وبس لي يدي تلا ايوب شو تقول من بعد اثايا هذيك مرضية اثايا هي ديري مشات الناس بحال هادو خصكم تهلاو فيهم خصكم تعاونوهم انا ايوب بحديد انا خلقت انا في طنجة انا اعلم كامل الدنيا كنت انا كنبيع بري وسيلة على سيمانة هادي وعلى كخرج فادك عصار وعني علي بري وسيلة انا عززني ليا والناس هما كيبغيوني كتهلاو فيا كيعاونوني تا هما انا كنعيط بريبات كنعيط على حاجة تكون جديد كان بعد جديد وكان بيان وكان جامبا وكان سبادا وشحال كتعمل لهم؟ كملهم هنا 3 دراهم لا غلا على مسكين انا فين غلا ماشي غلا انا سبادا كيبيعوا ما 40 درهم هما كخليو لي 20 درهم كديوني كديوني هما زياده يعني حتى الناس اللي كتمشي تتقضى منهم السلعه كيتعاملوا معاك لا كتعاملوا معايا هما لا هما كتهلاو فيا انا كعجبهم الحال كيحبوني كيبغيني انا فكري كيبغيني هذاك ودقي هذا ودقيه والحاسه ليس كلشي اي لك كيبغيني لا كيجلس في الدار لا انا كنجلس كنعاون والده على الدار على كرا على خاصه الموضه ولا خصني نشري الدار عشان الدار هادي وهادي يعني خصني نشري جوج ديور انا فرحان كنعاون الناس كتعاون الناس هما كيشريو عني بريواس كان كاين شي حاجه جديد و حتى ماما تايا هي دوشه و تايا هذيك المسلعه و تايا هذيك الدريفه هذيك المسلعه تايا كتهلا فيا كتعاوني تايا تاخذ الزهور فرحانة به كيهز ديك الشي كيبيع يوم كنبقى بالي معاه كنخمم له فين مشى فين جا دابا هاد الشي هذا زعما الحمد لله كيمشي هذيك الا تعطل عليه شويه كتجبر لي انا كنتعذب ها هو مخير خوتو حنين عزيز بزاف كيبوس لي راسي وبس لي يدي ايوب عندي عزيز بسيكل ساقول له الله يعاونو الله يرضى عليه تينا ايوب شو تقول من بعد اثايا هذيك مرضية اثايا هي ديري مشي اثايا عندك مرضية مرحبا بكم عند الشيف ايوب كيجي عندنا هنايا كنتعاملوا معاه كنتفاعلوا معاه على الدريوج ديالنا ومرحبا بكم عنده ديك الشيف موسى وصراحة كنوجهوا التحية لجميع المغاربة كنقول لكم بأن الناس بحال هادو خصكم تهلاو فيهم وخصكم تعاونوهم وخصكم تساندوهم حيت هنايا في المغرب الناس بحال هادو ضايعين فهمتي فبحال ايوب مسكنا هو ولد الحومه ديالنا ومعروف كيخدم على راسو كيجيب ديك الشي حاجه راه طيبه كاينه بنادم مكت فين ديالو وبنادم تبارك الله ما شاء الله فورمه وقالدو كيمشي كيسرق كيعمل بزاف الحاجات ولكن ايوب ثم كتشوفوا دابا كيبتسم معنا وكيضحك معنا علاش يعني قلبو مسموح لاي واحد خصو غير يبيع ويشري هو ما خصو حتى حاجه وكنوجهوا التحيه جميع المغاربه اللي في اوروبا اللي كيعرفوا ايوب يعاونوه ولو غير واحد كومونتير ولو غير واحد الدعم هايدا واحد جيم واحد جادو والسلام عليكم تحيه للجميع تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.